صباح الخير، منصبح على الجميع واللي مكملين معانا بفقراتنا الصباحية من دنيا دنيا. طبعا اليوم مع فقرة المطبخ مع عندها مدومة. أهلا وسهلا. كيفك ماي؟ صباح الخير، شو أخباركم؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام. يلا إيش اليوم نعمل؟ أهم إشي اليوم نعمل تشاينيز، نوع لحمة صيني مع الشريدد، يعني مع الفليفلة الملونة وبصل، ومعاها صلصة الصويا وصلصة المحار، كثير طيبة وأكلة سريعة هيك للستات اللي بدهم إشي بسرعة. والحلو رح نعمل كيكة الأناناس المقلوبة، كيكة كتير تقليدية كتير كلاسيكية، بس كتير طلبوها مني بدهم إياها على طريقتي فقررت أعملها اليوم. حلو. طيب نبلش أكيد أول إشي نبلش بالمالح، نشوف مقادير شرائح اللحم على الطريقة الصينية. أوكي، إذا مقاديرها بنحتاج لواحد كيلو لحم عجل، بصلة واحدة مقطعة جوانح، واحد فليفلة خضراء مقطعة شرحات، وايضا فليفله حمراء مقطعه شرحات، وكمان فليفله صفراء يعني خضراء وحمراء وصفراء، واثنين حبه ثوم مدقوق عفوا، وملعقه كبيره زنجبيل مبشور، نص كوب صويا صوص، ونص كوب صلصه المحار. ايضا بنحتاج لملعقه واحده كبيره نشا مع القليل من الماء البارد، واحد كوب مرق دجاج، فلفل اسود، واثنين بصل اخضر مفروم. بالضبط. هلا ميس انا اضطريت ابلش اقلي اللحمه تحت الهواء لانه بدها وقت، مع انها لحمه عجل بتستوي بسرعه، بس برضه بلشت فيها. هلا بالطنجره الثانيه رح احط شويه زيت نباتي ونستناه شوي يحمى حتى ننزل عليه الخضره. انا دائما هاي طريقتي بالصيني، بحب ما انزل اللحمه مع الخضار بنفس الوقت، بحب اقلي الخضره لحال وبعدين بضيفها للحمه. طيب ناخذ اول اتصال معنا، اظن من لمى الصغيره. لمى؟ لمى الصغيره ولا الكبيره معنا؟ الكبيره. الكبيره اهلا وسهلا. احنا لانه دائما متعودين على لمى الصغيره وما لها لمى الكبيره، والله ما لها شيء، والله ما بتحكي شيء، كلهم خير وبركه طبعا. كيفك لمى؟ الحمد لله تمام. انت لو توطي لنا صوت التلفزيون، في مشكله شوي بالصوت. بيت حبيبتي بس اولادي بدهم يسمعوني وانا على التلفزيون، قلت لهم فوتوا على غرفتكم وانا عم بحكي من غرفه ثانيه. طيب خلص اوكي. لا الصوت هلا صار منيح. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام بألف خير، انت كيفك؟ حبيبتي الله يسعدك تمام. انا حابه اعيد جلاله الملك مناسبه عيده، الله يخليه فوق روسنا يا رب ان شاء الله. حبيبتي احكي مع ديما. هلا يا لمى. ديما كثير اشتقت لك حبيبه قلبي، يسعد صباحك، كيفك؟ وانا اليوم هلا بقدر احكي معكم الحمد لله بعد ما الله هيك هدبنا على ايمن، الحمد لله من رضا حبيبتي. الحمد لله على سلامته، نوجه لهم تحيه اكيد لكل اهلك حبيبتي. الحمد لله على سلامته يا لمى. الله يسعدك ان شاء الله ما بتشوفوا شر حبيبتي. يا ربي حبيبه قلبي تسلمي لي، ربي يخلي لي اياك حبيبتي لمى. الله يسعدك. شكرا لاتصالك لمى، باي باي. هلأ. طيب شو صار ديما؟ صار انه عم بقلي البصله. هلا البصله انا مقطعتها جوانح طوليه، طبعا دائما بالصيني ما بنقلي كثير، يعني مش بدناش ندبل الخضره حتى تنهري، بدنا اياها ضل فيها شويه قرشه بسيطه. فبس احرك اللحمه شوي. فهلا البصله بلشت، هو شوي الغاز عندي اليوم ضعيف فعشان هيك قلت خليني اكسب وقت ابلش اقليها. هلا هي البصله راسا رح انزل عليها فليفله ملونه، عندي حمراء وخضراء وصفراء، طبعا مقطعه بطريقه طوليه حتى تتناسب مع تقطيعه اللحمه. دائما بالاي نوع اكل عم نعمله او اي طبخه عم نعملها لازم يكون في تناسق بتقطيعة اللحمة أو الجاج مع الخضرة اللي بننزلها على الطبق. يعني لو الخضرة مقطعة مكعبات لازم نعمل اللحوم مكعبات وهكذا. طيب خلينا هيك شوي سريعا عشان ما يعتبوا علينا اللي على الفيسبوك وتواصلوا معنا، نقرأ شوي تعليقاتهم. عنا عواطف العكور، ديما جميلة دائما برقيها وطبخاتها السهلة الزاكية، وتحياتي لكم. احنا كمان بنحييكي. زينة رواشدي صباح الخير، براء حماد كمان اهلا وسهلا فيكي، دانيا صعوب، ضحى عمر صباح الخير وشكرا لك، احلام شياب صباح العسل واهلا وسهلا، دارين يحيى، صبحية الرمان، ومنال جودة اهلا وسهلا فيكي، ومروان مشاقبة اهلا وسهلا فيك يا مروان. أوكي. يلا ناخذ اتصال ديما. رح احرك الخضره انا شوي. اوكي طيب نقول هلو. هلو مرحبا. اهلا كيفك؟ الحمد لله. هاي انت اهلا وسهلا فيكي. تمام ممكن احكي مع الشيف؟ تفضلي. بس مين معنا؟ ما رغد. رغد اهلا وسهلا فيكي. هاي ديما. هلا يا رغد كيفك؟ صباح الخير. بس رغد وانت معي على الخط، بدي احط الخضره على اللحمه انا، كيف حالك؟ الحمد لله كيفك انت؟ اهلا بيكي حبيبتي. بدي كنت أسألك سؤال. تفضلي.
لما ماما بتسوي الكوكيز بيفرد كثير معاها. بيفرد كثير؟ بيكون كمية الدهن اللي فيه كثيرة، يعني الزبدة أكثر من كمية الطحين وباقي المواد الجافة اللي فيه. فهي عادة لازم لما ينعملوا الكوكيز لما تمسكها تكون زي العجينة الجامدة شوي، ولما تشكلها وتحطها ما تفردها من، يعني في ناس بيحطوا الكوكي بالصينية وبيفردوها على الآخر بعدين بيخبزوها، فهي أصلاً رح تفرد كمان. فأنت خليها على شكل كرات لأن هي أصلاً رح تفرد، ما تفردها بالصينية كتير، وتقلل نسبة الدهن أو تاخد يعني وصفة تكون دقيقة أكتر. يعني إذا بدك خليها تحكيني بنقلها كمان واحدة. يلا رغد شكراً إليك. كمان اتصال معنا زهور. هلو. ألو كيفك زهور؟ أهلاً وسهلاً. تمام الحمد لله. الحمد لله تمام بألف خير الحمد لله. أول إشي بحب أعيد على جلالة سيدنا الملك عبد الله، أقول له كل عام هو بألف خير يا رب، والله يطول لنا بعمره إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. وأحب أصبح عديمة. كيفك؟ هلا يا زهور. هلا حبيبة قلبي. كيفك؟ شو أخبارك؟ سعد صباحك حبيبتي. كيف حالك؟ والله الحمد لله نستقيت لك. شو أخبارك أنت؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله نستقيت لك. أهلا حبيبتي. حبيت أسلم عليكم وأصبح عليكم. حبيبتي يا زهور ما بتقصري. يسلم. شكرا. العفو. يلا باي. أهلا الله معك. طيب هلا البصل الاخضر انا دائما بحكي انه بكل اكلات الصيني عندي ما بنزله بالاول، في ناس بنزلوا البصل بالاول، انا بخليه للاخر حتى يضله محافظ على لونه الحلو على قرشته. كثير بشع تاكلي اكله صيني وتلاقي كل شيء فيها زي اكنها يخنه خضره عربيه. هلا بدي اضيف شويه بس فلفل اسود. طيب عنا هدير الحديد. اهلا وسهلا فيكي. كمان مروان دعيس. سحر يوسف تقول لك كيفك ديما. اهلا حبيبتي. عائشه صباح. منصور صباح الخير. بانوش حاده. تمارا حموري. مريم ابو محمد. ميسم بيضين. سلامه ابو شاهد. بنرجع بنقول لكل اللي بتواصلوا معنا، طبعا عم بيجاوبوا اجوبه الاس ام اس على الفيسبوك. جواب سؤال الاس ام اس بتبعتوه على الاس ام اس، والسؤال كمان مره متى يعرض مسلسل مرايا على قناه رؤيا. وزي ما حكينا الوقت الابكر هو الجواب الاصح، وبتبعتوا لنا رمز الاجابه الصحيحه. هلا بس ميس انا حطيت الخضره والفلفل الاسود، بدي انزل الثوم. انا ما بحب برضه اقلي الثوم كثير، بحبه يضله بالأكل الصيني نكهته واضحة. هلا حسب الأكل مرات بنزله بالأول، وفي عندي زنجبيل برضه مبشور برضه بدي أنزله على الأكلة، مرات بقليهم مع الخضرة قبل اللحمة حسب. طيب ناخد كمان اتصال. ميسون معنا. هلو صباح الخير. صباح النور ميسون. كيفك ميس؟ شو أهلا وسهلا. تمام الحمد لله. أنت كيفك؟ كيف صحتكم؟ شو تمام خير؟ الحمد لله بألف خير. بدي أحكي مع ديما لو سمحتي. هاي ديما. هلا ميسون صباح الخير. كيفك ديما؟ هلا حبيبتي ميسون. بس بدي احط الزنجبيل ويلا احكي. اهلا حبيبتي. يسلم ايديك. يسلم ايديك يا ميسون حبيبتي. كيف بعملها هاي الاكله؟ انا بعملها هاي الاكله. كيف تعمليها؟ بحط الرز جنبها. طبعا عاملين رز. ومرات بحط لها معكرونه يعني اذا ما كانش. هي بتتقدم يا اما مع نودلز يا اما مع رز. يسلم ايديك. وايديك وايديك ديما حبيبتي. بدك تعملي لنا اذا بتقدري شوربه اللفت، بما انه هلا اللفت شوربه اللفت. اذا انه هلا اللفت نعيوني. انا عملت اللفت الطبيخ بس بشوفك. عملته عملته على طريقتك حبيبتي. خلص نعيوني. عملته على طريقتك طلع زاكي. يسلم ايديك. الله يسعدك يا ميسون. شكرا حبيبتي. يسلم حبيبتي. أهلا. شكرا ميسون لاتصالك. هلا بس ميس انا حطيت صويا صوص. طبعا انا مو حاطه ملح، يعني بس حاطه فلفل اسود لانه كثير مالحين الصوصات اللي عندنا. هلا صوص الثاني اللي هو المحار بيجي شوي اسمك من الصويا، شايفه هو اسمه اويستر صوص بالانجليزي وبالعربي صلصه المحار، وموجود مش انه شيء يعني فضائي، موجود جنب صويا صوص بالسوبر ماركت بتلاقوه ازايز زي شكل ازايز الصويا صوص. طيب أنا كمان عماد رشيد من السعودية بتواصل معنا. أهلا وسهلا فيك. ربا اقتشات. فرح السيد أهلا وسهلا. آن غريب كمان. أم أحمد الحافظ وإسلام بطوش ومها أبو كشك وعلاء شاهين وتمارا خوري. طيب. وشروق سليمان. هلا أنا أوكي بس بدي أحط معلقة نشا أدوبها بمي باردة. ليه هاي؟ عشان يتسبك لنا الصوص. وهون في عنا مرقة دجاج كوب برضو بدي أضيف منها شوي. أوكي. هلا خليني بس أحط المي. يلا ناخذ اتصال من نضال. الو مرحبا. كيفك نضال؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. بدي اقول لمدام ديما الله يعطيها العافيه. اهلا يا نضال. وبدنا نبارك لسيده حضره صاحب الجلاله الملك عبد الله بمناسبه عيد ميلاده 51، نقول له يا رب يخليك للشعب الاردني ويطولنا بعمره. امين. شكرا لقناه رؤيا. شكرا لك يا نضال. شكرا لاتصالك. هلا طيب. النشا والماء.
قد ايه حطيتي كميه مي؟ معلقه نشا ولا شيء، يعني ربع كوب مي. ما بدنا نكتر سوائل كثير لانه لسه في مرقه دجاج، ومرقه الدجاج برضه ما تضيفوها كلها حسب قد ايه انتم بدكم اياها مرقه، بس احنا لانه بنحب عاده بالبيوت دائما يكون في شيء جنب اكلات الرز يكون فيها مرقه، مع انه الاكل الصيني ما فيه مرقه كثير، بيكون عاده ناشف، بس انه رح نعملها بصوص عادي زي ما احنا متعودين. طيب انا كمان اتصال من كمان لما. هاي لما شكلها صاحبتك الصغير؟ لا لما؟ لا 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 ميس، انا لما كرزون. لما كرزون مره ثانيه. لما اهلا وسهلا لما، ايش حاب؟ بنتي بس انا سكرت التليفون، بنتي ملاك صارت تبكي بدها تحكي مع انتي ديما. يلا حبيبتي اعطيني اياها. انا ملاك، كيفك يا ملاك؟ الحمد لله. صباح الخير، كيف حالك؟ كيفك؟ انا بحبك كثير. وانا بحبك كثير وبحب امك كثير كثير. انا بعشقك. وانا بعشقك والله، انك تبوسيلي ماما كثير وبوسيلي ادم كمان. يسلم ايدك حبيبتي انت. ومهدي بوسيلي اياهم كلهم اخوانك. ملاك هي مسكاها تتسلم عليكي. تتسلم لا. علي لا استني، تتسلم على جلالة الملك أظن. على جلالة الملك أظن هيك قالت. يلا إيش حابة تحكي لجلالة الملك؟ طيبها. تقول له كل عام وإنت بخير. يلا إن شاء الله بوصل. أكيد سامعك. شكرا شكرا ملاك. شايفة كتير بحب أحط النشا لأنه طلع كيف بتصير عنا الصوص، بتبطل مرقة كتير، بتصير متسبكة، وهذا كتير زاكي بالأكل الصيني إنه ما يكون كتير مرق. هلا رح خليها بس كمان دقيقة تغلي، وبهاي الأثناء يا عزيزتي بدنا نقدمها مع رز أبيض. أنا رز بسمتي فلفلته عادي. أنا بحب التشاينيز مع النودلز. يعني إيش أروح أجيب نودلز بس؟ يعني نرجع بنودلز. إيه دائما الواحد يضيف نودلز مع رز. لا كتير أكلات الصيني اللي عملتها قبل عملتها مع نودلز، فقلت خلينا نغير. ده صح. مش عارفة شكله ما بالبقى مشكلة لكم. هو رز. طيب هي الرز. هو رز أو نودلز نفس الإشي. طيب شوي خليني اقرا شويه تعليقات كمان. عنا ورده البنفسج، سهى عبيدات من اربد، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. ليت ابو حمدي صباح الخير. ميس يوسف وليان عبد الله ان شاء الله بتربحي ليان. احمد الشروف صباح الخير. وفاء جميل. ام خالد بتقولي شو اكثر شيء بتحبي تطبخيه بالمطبخ؟ سأليني شو اكثر شيء بتحبي تاكليه، مش اكثر شيء بتحبي تطبخيه. شو هالاحراج. وهلا زهير وحنين ماهر، برنامج كثير حلو. محمد العمايره، احلى برنامج واحلى مذيعات واحلى شيف. الله يسعدك شكرا. يارا كمان وإسراء خالدي أهلا وسهلا. أنس مبيضين بتقول لك ما في طبخات يابانية؟ بيقول طبعاً لك عفواً. طبعاً في. هلأ الياباني ما بيشبه الصيني كتير زي ما الناس مفكرة، هم كتير بيعملوا مبدأ التبنياكي اللي هو تقلاية سريعة، بس بيستعملوا برضو سويا صوص والزنجبيل قريبة نوع، يعني قريب نوع ما من الصيني، بس غير السوشي طبعاً اللي هم كتير مشهورين فيه، فبنبقى بنعمل ان شاء الله. صحيح في حدا موعود بسوشي. طيب في عندنا كمان نذكر يلا كمان مره بسؤال المطبخ، متى يعرض مسلسل مرايا على قناه رؤيا؟ ثلاث خيارات وابعثوا لنا اس ام اس بسرعه، لحقوا حالكم قبل ما نخلص البرنامج لحتى تربحوا جوائز مميزه. ثلاث خيارات وزي ما حكينا الوقت الابكر هو الوقت الاصح، بدكم تبعثوا لنا رمز الاجابه الصحيحه على الاس ام اس. شو انا بدي اسكب اللحمه؟ خلصنا لأن قليناها من قبل، هي بتاخد لأنها لحمة عجل ما يعني ما بتاخد وقت طويل لتستوي. طيب خلينا نخفف النار عليها شوي. دينا عياش ولين الحياري ودانا أحمد، شكرا لك دانا كلك ذوق. ويزون كمان غنيمات، سارة أليسا، سارة روز، موني أنجل كمان، تغريد العبادي، يا رب تكون من نصيبي الجائز ان شاء الله يا رب. بس بدي انظف اطراف الصحن ونحط عليها البصل. رانيا الفقهاء ومحمد البزور شكرا لك. هبه الحياه كمان، روان الحاج عمر، اهلا وسهلا فيكم جميعا. طيب اتصال نقول هلو لشيرين. الو مرحبا. كيفك شيرين؟ يعطيك العافيه معي. الله يعافيكي يا رب. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ والله الحمد لله. شكلك هلا فايق من النوم؟ لا والله بس تعبانه شوي. تعبانه، يلا الف سلام عليكي. الله يسلمك يا ربي. ممكن احكي مع ديما؟ هاي ديما. هلا شيرين، يعطيك العافيه حبيبتي. الله يعافي عمرك. الله يسلمك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله والله تمام. حبيبتي بدي اسالك والله ديما، قولي لي الطريقه الصحيحه لعمل القرصه والكراويه. سامعه
الطريقة صحيحة لإيش؟ لعمل؟ لعمل القشطة والكراوية. القشطة والكراوية. أنا سامحة أنا سمحت الإزحة والكراوية. الإزحة ولا القشطة؟ لا القرفة. القشطة. القشطة. لانه بنعملها القرفه القرفه قرفه لا هي هاي قصدك مشروب القرفه اللي الاينر الاينر اسمه اينر بيحكوا له بعمل لك اياه القرفه اللي بيعملوها للولاده اجمالا خلص اسمعي ان شاء الله بما انه هلا الدنيا شتاء وهيك دفى نعمل لانه انا في عيار معين عندي للكراويه لكل 8 كاسات رز مطحون قد ايه بحط مي فخليني اجيب لك اياها دقيقه طبعا الرز بيكون مطحون والسكر والمي والكراويه واليانسون فبدي اجيب لك اياها مزبوط يا بنعملها يا بنقلك اياها بطريقه ادق ان شاء الله الله شو هالترتيب هاد يعني عندك شك في الموضوع صيني بامتياز فهيك احنا جاهزين نطلع على فاصل